السلام عليكم سنة أولى، يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة بإذن الله هنراجع مع بعض أول درس في التاريخ. درس النهاردة اسمه وحدة شعب. درس النهاردة درس جميل سهل لذيذ، وخدناه فكرة كبيرة جدا في سنة رابعة. أتمنى تكون لسه عندكم الفكرة والخلفية دي عن الدرس، وإن شاء الله نفتكر كل حاجة مع بعض. تعالوا معانا نراجع الدرس من البداية. وحدة شعب هو درس تاريخ بيعرفني الحضارة بدأت من الأول خالص إزاي. أول حاجة لازم نعرفها يعني إيه حضارة. الحضارة أو ما المقصود بكلمة الحضارة؟ الحضارة هي كل ما أنتجه عقل الإنسان، سواء كان ده مادي أو أدبي، إن كانت فكرة أو حاجة ملموسة بإيدينا. تاني حاجة لازم نعرفها إن المؤرخين قسموا العصور لأكتر من جزء. أول جزء معانا هي عصور ما قبل التاريخ. عصور ما قبل التاريخ عصور سهلة جدا، بس قبل ما نبدأها لازم نعرف إيه العوامل اللي أدت لقيام الحضارة المصرية القديمة. أول حاجة نهر النيل، تاني حاجة هو الموقع، كمان المناخ والموارد الطبيعية والجيش والوحدة. طيب تعالوا بينا نبدأ عصور ما قبل التاريخ. عصور ما قبل التاريخ هي العصور اللي الإنسان المصري القديم عاش فيها قبل اختراع الكتابة الهيروغليفية، يعني لحد بالضبط عام 3350 قبل الميلاد. هنا تم اختراع الكتابة ووقفت عصور ما قبل التاريخ. تعالوا نبدأ عصور ما قبل التاريخ ونعرف هي متقسمة لكم جزء. متقسمة بالضبط لأربع أجزاء: عصر حجري قديم، عصر حجري حديث، عصر نحاسي، وعصر ما قبل الأسرات. العصر الحجري القديم لازم نعرف فيه ثلاث حاجات مهمة جدا: إن المصري القديم كان عايش فوق الهضاب، حياة تنقل وترحال، كان عايش على صيد الحيوانات وجمع الثمار من الأشجار. تاني حاجة مهمة جدا إن هو كان ساكن في الكهوف وبيصنع أدواته من الحجارة عشان يقدر يصطاد بيها. وتالت حاجة مهمة جدا تعتبر بوابة لبداية الحضارة، وهي اكتشاف النار واستخدامها في طهي الطعام. بعد كده عندنا العصر الحجري الحديث. في العصر الحجري الحديث الإنسان المصري القديم بدأ يتطور شوية. بعد ما بدأ عصر الجفاف فوق الهضاب، نزل المصري القديم إلى الوادي واستقر في الوادي، وانتقلت حياته من التنقل والترحال إلى الاستقرار، لأنه عرف وقدر يتعلم الزراعة، أنتج بعض الحبوب زي القمح والشعير والكتان، وعاش حياة مستقرة في مساكن وأكواخ هو اللي بناها بنفسه. كمان قدر يعمل بعض الملابس والنسيج من الكتان، وصنع الأواني الفخارية. وصلت بيه المرحلة دي إن هو قدر يقيم مقابر لدفن الموتى. المرحلة اللي بعد كده وهو العصر النحاسي، هو عصر استخدام المعادن. المصري القديم بقى أكتر استقرار، وعرف يزرع ويطور في حضارته، بنى المساكن بتاعته من الطوب اللبن، فرشها بالحصير، وضع فيها بعض الأسرة الخشبية المرتفعة والوسائد اللي عملها من الجلد. لازم نعرف أنه استخرج النحاس من شبه جزيرة سيناء، وصنع أدواته من الخشب والمعادن والأحجار والعاج، وظهرت في الفترة دي بعض العبادات زي تقديس بعض الحيوانات. عصر ما قبل الأسرات. العصر ده مر بأكتر من مرحلة، بس اتحققت فيه وحدة سياسية في مصر بعد مراحل كتير جدا. بدأت الكرة تظهر، وبعد ما المصري القديم نزل للوادي والكرة ظهرت، بدأ يصنع أكواخ وبيوت من الطوب اللبن، وقدر يتعاون ما بينه وما بين السكان، وأنشأ بعض المعبودات في الكرة خاصة بيها. بعد ما الكرة زادت، الكرة بدأت تتكون لمدن، لأن الكرة اتسعت، وبقى في حاكم بيراعي مصالح شعبه، بقى في حقوق وبقى في واجبات، وقدر يتعامل مع الآخرين. بقى في معبود خاص بالمدينة، والمدينة دي بتشرف على ما يجاورها من الكرة. طيب وبقى في سور يحيط بالمدينة دي عشان يحموها ضد أي أخطار خارجية. الأقاليم المستقلة. الأقاليم ظهرت نتيجة تجمع الكرة والمدن،
وظهر كمان حاكم يرعى شؤون الإقليم وعاصمة خاصة بالإقليم، جيش يقدر يحمي الإقليم، ومعبود وشعار خاص بالإقليم المستقل. طيب وصلنا للمرحلة رقم 4 وهي الوحدة الأولى. الوحدة الأولى تعتبر أول وحدة تمت في مصر باسم مملكة الشمال، كانت عام 4242 قبل الميلاد. أقاليم الدلتا كلهم اتحدوا مع بعض باسم مملكة الشمال، واختاروا عاصمة اسمها أون هليوبلس وهي عين شمس حاليا، وكانت عاصمة البلاد. ولكن الوحدة الأولى دي فشلت وانقسمت تاني لمملكة الشمال ومملكة الجنوب. تعالوا نشوف دلوقتي مقارنة بسيطة ما بين مملكتين مهمين جدا، هو مملكة الشمال ومملكة الجنوب في مصر. والسؤال ده مهم جدا، بيجي يقول لي قارن بين مملكة الشمال ومملكة الجنوب من حيث يا إما الموقع يا إما العاصمة يا إما لون التاج يا إما الشعار والمعبود، بيختار اتنين من الخمسة اللي قدامي دول. خمس نقاط دول مهمين جدا. مملكة الشمال كان موقعها هو الوجه البحري ناحية الدلتا، مملكة الجنوب موقعها الوجه القبلي ناحية صعيد مصر. عاصمة مملكة الشمال هي بوتو، عاصمة مملكة الجنوب هي نغب. ولو عايزين تعرفوا بوتو، بوتو هي منطقة دلوقتي اسمها دسوق في كفر الشيخ، نغب منطقة اسمها إدفو في أسوان. طيب لون التاج في مملكة الشمال الأحمر، ولون التاج في مملكة الجنوب الأبيض. الشعار في مملكة الشمال نبات البردي، والشعار في مملكة الجنوب زهرة اللوتس. المعبود في مملكة الشمال هو ثعبان الكبرى، والمعبود في مملكة الجنوب هي أنثى النسر. طيب دلوقتي احنا دخلنا في العصر العتيق. احنا اتفقنا ان احنا هناخد عصر ما قبل التاريخ وقسمناه لأكتر من جزء، عصر حجري قديم، حديث، نحاسي، وما قبل الأسرات. دلوقتي هناخد العصر العتيق، وكده احنا هنبدأ في 30 أسرة الفرعونية الخاصين بالحضارة المصرية القديمة. العصر العتيق بيضم الأسرة الأولى والأسرة الثانية. طيب تعالوا نشوف حصل وحدة ازاي وبدأت الأسرات ازاي. الملك مينا نعرمر هو ملك قوي جدا، كان موجود في مملكة الجنوب، اتجه بالجيش بتاعه لمملكة الشمال ووحد مصر كلها في مملكة واحدة سنة 3200 قبل الميلاد. بنى عاصمة موحدة لمصر وهي مدينة منف. منف أو من نفر معناها الميناء الجميل أو القلعة الجدار الأبيض. ليه ألقاب كتير جدا، منها ملك الأرضين وصاحب التاجين وملك مصر العليا والسفلى ونسر الجنوب وثعبان الشمال. احنا دلوقتي عايزين نتكلم عن أهم الأسئلة اللي ممكن تقابلني في درس وحدة شعب. الدرس جميل جدا وسهل جدا، اللي ممكن يقابلني فيه بعض الأسئلة البسيطة. أول سؤال ممكن يقابلني يقول لي ما المقصود بالحضارة؟ الحضارة هي كل ما أنتجه عقل الإنسان سواء كان ماديا أو أدبيا. طيب إيه اللي ممكن يقابلني في الأسئلة المهمة كمان؟ في سؤال مهم جدا بيقول ما النتائج المترتبة على معرفة المصري القديم للزراعة؟ لازم أقول إن أدى إلى الاستقرار. أول حاجة إن هو قدر يستقر في مكان معين، إن هو يتوسع ويبني الكرة، وبعد ما يبني الكرة ويتوسع الكرة تبقى مدن، والمدن تؤدي إلى ظهور الأقاليم، والأقاليم تؤدي إلى ظهور الممالك. تمام؟ طيب ممكن كمان يجي سؤال مهم جدا، مما تفسر أطلق المصريين على الملك مينا ملك الأرضين؟ هقول لأنه السبب في توحيد البلاد، توحيد مملكتي الشمال والجنوب إلى دولة واحدة. هبوط المصري القديم من الهضاب إلى الوادي، هقول بسبب ظهور الجفاف فوق الهضاب. أهمية النار في حياة المصري القديم، هقول إن هي ساعدته على طهي الطعام وكانت بوابة لدخول المصري القديم إلى مرحلة أخرى. طيب في أسئلة ممكن كمان تقابلني في أكتب ما تشير إليه العبارة الآتية. ممكن يجي يقول لي عصر تاريخي يتكون من الأسرتين الأولى والتانية، هو العصر العتيق. العصر الإيه؟ العتيق. طيب إيه اللي ممكن يقابلني تاني؟ ممكن يجي لي سؤال اختر
يقول لي بنى المصري القديم مسكنه من الطوب اللبني في العصر ايه؟ في العصر الحجري القديم ولا في الحديث ولا في النحاسي ولا في العصر العتيق؟ هقول له ساعتها بنى المصري القديم الأكواخ والمساكن من الطوب اللبن في العصر الحجري الحديث. طيب كمان ممكن يجي لي سؤال مهم جدا يقول لي قارن بين مملكتي الشمال ومملكتي الشمال والجنوب. هقول زي ما انا قلت من شوية، نعمل جدول بسيط نكتب فيه مملكة الشمال والجنوب، الموقع والعاصمة ولون التاج والشعار والمعبود. الموقع في الشمال وجه البحري وجه القبلي، في العاصمة بوتو، وفي العاصمة في الجنوب نغب. لون التاج في الشمال أحمر، في الجنوب أبيض. الشعار في الشمال نبات البردي، في الجنوب زهرة اللوتس. المعبود في الشمال ثعبان الكبرى، وفي الجنوب أنثى النسر. آخر معلومة عايزة أقولها لكم إن البلاد ظلت البلاد منقسمة إلى مملكتين متحاربتين حتى ظهور الملك مينا. ما ينساش اسم الملك مينا، وهو اللي قدر يوحد البلاد. أتمنى تكونوا استفدتوا، ويا رب يكون الفيديو ده فاتكم ولو بمعلومة صغيرة. أشوفكم في فيديو تاني بإذن الله.